السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أشوف الأسلوب. أول حاجة هختارها هختار البايب وأختار المقاس بتاع البايب، وبعد كده هختار هنا أنا الشغل بتاعي هيبقى من التوب ولا من السنتر ولا من البوتوم، تمام، أو ممكن من الليفت، ممكن من الرايت، ممكن سنتر رايت وهكذا، تمام. وده الإليفيشن بتاعي، سيت إليفيشن، وبعد كده هحدد الأسلوب بتاعي من كام لكام، تمام. أقدر أقول له مثلا أنا على الأسلوب بتاعي مثلا 1 لـ 15 مثلا، هو يبدأ يحسبه هنا، وبعد كده هبدأ أرسم البايب بالشكل دوت. لو أنا بعد كده جيت في الإليفيشن هتلاقي الأسلوب بتاعي بالشكل دوت.